قال الساحر التائب حامد آدم: لم يكن السحر هدف لي، لكن كان هدفي هو الخروج من القرية والذهاب لحفظ القرآن وأن أكون ولي من أولياء الله الصالحين. وقتها كنت صغير بعمر 9 سنوات، فلم أفرق بين السحر والولي. في البداية قابلت كثير من شيوخ الصوفية الذين كانوا يوهمون الطلاب أنهم سوف يصبحون أولياء لله، وكانوا يجعلونهم يقرؤون القرآن ويضيفون إليه بعض الكلمات. وعندما يسأل أحد الطلاب عن معاني هذه الكلمات، يقولون كلمات أسماء صغار الملائكة التي خلقها الله خصيصا ليسخرها لخدمة أولياء الله الصالحين. وقال الساحر التائب أن شيخه أمره بالجلوس في غرفة بمفرده لمدة 40 لا يكلم فيها أي شخص، ويكون عاري تماما، ولا يشرب غير الماء، ولا يأكل غير 3 تمرات يوميا، ويختار آية ليكررها بالمقلوب، وهذا لكي يقوم بتحضير الملائكة الخدام، وكان يصلي وهو عاري. وقال له شيخه أن في اليوم الأخير سيأتي له ملك مسخر، وبالفعل في آخر يوم جاء له ملك من ملوك الجن اسمه سهسهوبي، وقال إنه مسخر له وفي خدمته. ومن يومها بدأ في دخول عالم السحر والشعوذة، ومن يومها وأصبح حامد كبيرا لدى الصوفيين. وقال له القطب أن الله خلق سهسهوبي له فقط ليكون بخدمته، وأتى له وقال: إني أتيت لك بالبشارة، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأتم نعمته عليك ورفع عنك العبودية. وفي يوم أتى له القطب وقال له: انظر إلى السماء، هل ترى الحروف الأبجدية؟ فقال له: نعم أراها، ولكن لا أعرف قراءتها. قال له: لا عليك، سوف تقرأها، هذا هو اللوح المحفوظ. قال: لقد كان تحت خدمتي 286 من الجان، وجلست معهم 17 عاما، حتى أتى لي شخص يحب فتاة، وطلب مني أن أعمل له سحر ليتزوجها، وبالفعل صنعت له السحر. فرأيتها في الصباح الباكر تجري وهي عارية تماما إلى بيت ذلك الشخص، وكانت هذه الفتاة هي ابنة صديق لي، فتأثرت بما رأيته، وهي كانت سببا في توبتي.